السلام عليكم، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده ممتع جدا ومسلي جدا، في احداث حلوه جدا يمكن اول مره كمان نشوفها مع بعض النهارده. يلا بينا كده، ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. طبعا بدات معانا اول حاجه كده، وزي ما تعودنا في كتير من الفيديوهات دي ان هم بيلموا كل الشوزات اللي موجوده والشنط. اي نعم طبعا الاول بدات ان هي تعقمها زي ما احنا شايفين قبل كمان ما تبدا عمليه الغسيل اللي هنشوفها دلوقتي. حاجات كتيره جدا الستات الاجانب طلعت بتغسلها على ايديها يعني، وعلى الرغم من كل ده طبعا على نعومة ايديهم وبشرتهم وبيهتموا بصحتهم وبنفسهم كويس جدا. وهي دي كمان بقى السيدة الأجنبية اللي بتختلف وتتميز عن كتير أو في مواقف يعني بسيطة عن السيدة العربية. معظم السيدات طبعا يمكن احنا كلنا بنهتم طبعا بشغل البيت وكل حاجة، وممكن تنسي نفسك تنامي في آخر اليوم مش قادرة أبدا إن انت تقومي ولا تتحركي من مكانك. إنما هم طبعا مجرد ما بيخلصوا شغل البيت جاري على طول يعملوا الماسكات ويهتموا ببشرتهم، والمسكات طبعا على بشرتهم وعلى ايديهم، وبيعملوا مساج لنفسهم وحاجات كتيره جدا. يمكن اي نعم طبعا الظروف الماديه المتوفره بالنسبه لهم هي اللي بتسمح ليهم ان هم يعملوا كل الكلام ده، ويمكن كمان برضو ان هناك ازواجهم بيساعدوهم، عشان كده يعني مفيش اي مجهود بزياده قوي غير كمان السيدات العربيه بتورينا طبعا كده ان هي بتمسك شوز طبعا بقى كده وبتمسك تخليه زي الفل زي ما شفنا كمان دلوقتي مع بعض. ولو لاحظنا ان هم هناك كلهم بيعملوا كده عشان كمان التعقيم، وفي نفس الوقت كمان يكون بشكل نظيف زي ما احنا شايفين الفرق كمان دلوقتي بين ده قبل التنظيف وبعد التنظيف اللي حصل دلوقتي. تعالوا نشوف كمان دلوقتي بتقول لك لو عندك حاجه متسخه بزياده ممكن طبعا تحطي عليها المناديل وتعملي لها زي عمليه نقع زي ما شفنا كده، وكمان ممكن تجففيها قبل ما تنشريها. شايفين طبعا كده بتهتم بكل التفاصيل البسيطه جدا، ودي كمان برضو من الحاجات اللي يعني عجبتني قوي. حتى كمان الشنط الحاجات كلها يعني يمكن زي ما كلنا بنعمل كمان في بيوتنا، تفاصيل بسيطه جدا بس في نفس الوقت الواحد كمان بيحب يتفرج على الروتينات طبعا المختلفه في كل سيدات العالم. زي ما طبعا جبت لكم قبل كده سيدات أجنبية، سيدات ماليزية، أندونيسية، تركية، يمكن كمان عرضنا في القناة هنا الإيرانية، عرضنا طبعا كل البلاد اللي انتم ممكن تتخيلوها، وكتير جدا كمان بإذن الله هفاجئكم بيهم إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. بتقول طبعا ده كان يوم شاقي جدا بالنسبه لهم، جه دلوقتي وقت الراحه وبداوا كمان كده يقعدوا بقى ويهدوا نفسهم شويه بعد اليوم اللي هما كانوا بينا. وايه يا ترى المختلف بينا وبينهم؟ تعالوا كمان دلوقتي كده مع بعض نشوف دلوقتي يوم جديد وصحت طبعا من النوم دلوقتي في نص الليل شويه. بتقول كانت يعني او كلهم اكتشفوا ان هما جعانين، ومع ذلك لو احنا ملاحظين ان الساعه 11 بالليل وهي هتقوم هتعمل عشاء، يا ترى هيكون شكله عامل ازاي؟ يعني اللي يقولك بقى الاجانب بيناموا خفاف خفاف كده وبيتعشوا عشاء خفيف جدا، قولي لهم لا، بعد اللي شفناه في فيديو النهارده يدوب صحت من النوم الساعه 11 بالليل بعد يعني ما نامت شويه وريحت نفسها، قررت بقى خلاص دلوقتي ان هي تقوم وتجهز فرخه للعشاء. انتم متخيلين بقى؟ احنا بنعمل طبعا الحاجات دي في الغدا، وبالنسبه لنا الغدا بيكون يعني دسم شويه، هم شايفين بقى العشاء بالنسبه لهم دلوقتي عن فراخ. يعني دلوقتي كمان طبعا دلوقتي بتقول ان هي تبلتها بشوية بهارات وصوص زي ما احنا شايفين، وهتبدأ كمان تجهز الاكل زي ما هنشوف دلوقتي. على الرغم طبعا في حاجات ممكن تكون غريبة شوية بالنسبة لنا، بس المضمون في الاول وفي الاخر ان هي عاملة في العشاء بتاعها فراخ، عملتها وحطتها في التلاجة دلوقتي هتتبلها. ونلاحظنا كمان برضو ان هي طلعت كل الخزين بتاعها الخاص والكلام ده كله وقفت عليهم كده، وراحت تورينا هنا الاحتفالات اللي كانت موجودة عندهم في المدينة. يا ترى كل الاحتفالات دي عشان ايه؟ بتقول كده تاني يوم بقى ما تفكروش ان انا كنت هتعشى بالفرخة، لا خالص انا كنت عاملاها ومتبلاها على بيت، طلع بقى انصح مننا كلنا وكانت بتضحك علينا. تعالوا نشوف كده كمان دلوقتي كده يا ترى هتعمل ايه. جهزت الشواية بتاعتها وتحط عليها الفرخة، وهنا كمان برضو كده هتبدأ تدهنها بالزيت عشان تشويها، وهنشوف كمان دلوقتي في الاخر هتطلع معانا عاملة ازاي. you
خلاص دلوقتي بقى جهزت الفرن بتاعها وسخنته، وهتبدأ كمان تحط الفرخة المشوية بتاعتها. هسيبكم بقى دلوقتي كده تكملوا الفيديو مع بعض للاخر. اتمنى اولا فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير بكره في فيديو جديد، ومع السلامه.